الثاني. نفت كرة من نواف العابد. ملعوبة عالية داخل منطقة الزاوية الرأسية، هدف أول، هدف أول في الدقيقة الثالثة. وناويها ناويها كان الإكوادوري، الإكوادوري كاستيلو، سيغوندي كاستيلو يسجل في مرمى الشعلة من ركلة ركنية. ثلاث كرات في شوط المباراة الأول، أعقبتها كرة الركنية الأولى وأول كرات شوط المباراة الثاني ينجح بها الإكوادوري سيغوندي كاستيلو في تسجيل الهدف الأول لصالح الهلال. هدف في البداية تماما، هدف بكر جميل. شوف شوف، اتحدثت عن كاستيلو في شوط المباراة الأول، قلت عن الارتقاء، قلت عن الطول الفارق، قلت عن التوجيه في الكرات الرأسية، هذا ما حدث لأنه كان في ثلاث كرات في شوط المباراة الأول. هذه جاءت، يعني إذا كانت الثالثة ثابتة فالرابعة أثبت وأثبت، وجاءت بهدف أول للهلال في الدقيقة الثالثة من زمن شوط المباراة.